يا صباح الخير والسعادة على كل الأهلوية اللي بيتابعونا في كل مكان، وزي ما بنقول كده فاضل ثلاث نقاط على التتويج إن شاء الله رسميا، ويبقى أحلى وأجمل صباح كالعادة يعني، ونقول كمان صباح النصر. صباح الخير يا كريم عليك. صباح الفل عليك. ويكند جميل. يا صباح الدوري العام. إن شاء الله. والثلاث نقط بس اللي فاضلين عشان الحلو يوصل بالسلامة. أيوة، ونروح أفريقيا بقى كده ونقول برضو إيه البطولة الأفريقية إن شاء الله برضو للأهلي. يا مسهل الحال يا مسهل الحال. وعايزين نقول كمان إن وارد يعني في احتمال كبير برضو إن التتويج يبقى رسمي النهاردة، في حال ما اذا لو يعني فريق الزمالك تعثر امام الانتاج الحربي. فيلا ما نسبقش الاحداث، يلا ما نسبقش الاحداث، ولو ان احنا برضو ايه واثقين ان شاء الله يعني حلقه جديده مع حضراتكم النهارده، معانا فقرتين مختلفين الى حد ما، وفي فقره كده برضو مميزه جدا عشان هيبقى معانا ملحن كبير جدا، انا مش هقول اسمه دلوقتي عشان هو مفاجاه، بس هتبقى فقره جميله جدا هنقعد نلحن على الهوا. اللي عايز كمان يتلحن اسمه على الهوا على فكره ممكن يبعت لنا اسمه، اسم ولاده، اسم مراته طبعا برضو لو عايز يهدي لها أغنية يعني، وحيلحن ضيفنا النهاردة على الهواء الأسامي اللي هتبعتوها. هو عنده ملكة كده جميلة جدا، وهو قاعد ممكن يلحن أي حاجة في الدنيا، فاستنونا هتبقى فقرة جميلة جدا.